كانت الفلوجة حصلت على وثيقة تنص على مطالب المتظاهرين في البصرة، من بينها تحسين خدمات الكهرباء وتوظيف العاطلين عن العمل، فضلا عن تسليم مطلقي النار على المتظاهرين. وتنص الوثيقة التي حصلت عليها القناة الفلوجة على 5 مطالب صادرة من لجنة المتظاهرين الغاضبين، كما ورد تسمية اللجنة في الوثيقة التي تضمنت المطالبة بتحسين ملف الكهرباء وعدم إدخال البصرة بالقطع المبرمج ومعالجة ملوحة المياه وتشغيل العاطلين عن العمل من أبناء المحافظة وتسريح العمالة الأجنبية وتسليم المفرزة التي أطلقت النار على المتظاهرين وتحسين ملف الخدمات والطرق والمجاري وبناء المدارس، إضافة إلى إطلاق تخصيصات البصرة من البترودولار والمنافذ الحدودية. فيما أكدت الوثيقة أنه في حال لم تلبى هذه المطالب ستستمر التظاهرات. على الحكومة المركزية والمحافظة ومجلسها تنفيذ مطالب المتظاهرين الغاضبين على الفور وعاجلا وليس آجلا. المطالب ثلاثة: أولا تحسين ملف الكهرباء وعدم إدخال البصرة في القطع المبرمج ومعالجة ملوحة المياه العالية التي قتلت الأخضر واليابس. ثانيا تشغيل العاطلين عن العمل من أهالي البصرة حصرا وتسريع العمالة الأجنبية التي تعمل في الشركات الأجنبية النفطية والمقاطعات الأخرى بالسرعة الممكنة وبدون عقود كاذبة. ثالثا تسليم المفرزة التي أطلقت النار وقتلت أحد المتظاهرين في قضاء إلى المحاكم القضائية وعلى الفور